انا بخلى كثير بس بتسوى العيب ارفع راسك بين الروس خلك ابو صاحب طيب خلكش انا بخلى كثير بس بتسوى العيب ارفع راسك بين الروس خلك ابو صاحب طيب America Foundation, WhatsApp Media, thank you very much. حسن السيادة, أحمد كمال, شكرا لحضوركم جميعا. محمد السار, شكرا على التنظيم الجميل, شكرا على محمد يا عفوك
كانوا في عزاء We'll be right back.
القلب حصر ويلي لا ردت لا ردت تلعب تحتار ذول رجالك يا الانبار بالقلب اسمع بالقلب حبك يزداد بدول تراب تبدا حبك يا الناصرية مية 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 حبك يا الناصرية العادة صاير تحت زيادة
يا ماما تعالي لي شوي. من هي ماما؟ يا ابا اكو كريدت كارد، اكو كريدت. منو مضيع كريدت كارد؟ يا ماما الرباعي، يا ماما الرباعي. يمكن شفتك انت هاي رافعه ايدها، روح تعال فزتي بجايزه. هاي دا توزع كارتات بهنا، اللي عنده كريدت كارد ضايع يجي يشتري منها. سمعونا احنا صفقه للفنان الغالي ايهاب كريم. شكرا جزيلا جميع الحضور، حياكم الله، الف مبروك الفوز. فرحنا وتشرفت بوجودي معاكم، ان شاء الله ربي يديم عليكم الفرحه وكل اياكم تكون فرح ومسره هيك وجوه حلوه هاي نشوفها على طول. شكرا جزيلا، شكرا لكم. احلى تحيه للغاليه بوس البطل، احلى تحيه للمايسترو وسام. سمعونا صفقه يا من العراقيين، تعبتوا بعد لكم حياه. تعبتوا تعبتوا اليوم، هذا اسمع تعبتوا. بعد العالم عم تشي عم تكلوش، بس والله برافو عليهم صراحة، مميز الجو. يلا الله يقويهم، بديش طول عليكم. أجواء مميزة صراحة، بعضهم هني مستمرين للساعة 6. قد الساعة هلأ؟ ساعة هلأ 4:15، يعني بعد في وينكم وين؟ بعد في ساعتين جماعة قاعدين. هلا السلام عليكم، يا هلا وسهلا. الحمد لله حبيبي، هلا وسهلا. فجو كتير حلو، جو كتير مميز، و بس بدنا نفل نحن لأنه عنا بدنا نروح. شو كيف كان الجو؟ جنة منيح ها؟ جمال ها؟ لا كتير حلو الجو، أجواء مميزة. بعدهم هون للساعة 6 رح يضلوا، ففيكم تجوا أكيد وتشاركوا معهم. ألف مبروك مرة تانية وثالثة ورابعة للمنتخب العراقي. أكيد أكيد مميز مميز، جو كتير حلو، جو كتير مميز. و شكرا للجالية العراقية وللمنظمين على دعوتهم لنا لنكون جزء من هيدا الاحتفال. فخورين دائما انه نحن نشارك مع كل الجاليات العربية والكلدانية بافراحهم وبالفوز، وما في احلى من الفوز. يلا الف مبروك، هيدا كان البس تبعنا من مدينة ديربون. ما تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، انستغرام، تويتر، تيك توك ويوتيوب. كان معكم حسين هشام من مدينة ديربون الأمريكية، إلى أن نلقاكم ببرامج أخرى وبس مباشر آخر. إلى اللقاء وألف مبروك للعراق.